امك بالنسبه لك ايه؟ امي بالنسبه لي عظيمه. إيه؟ امي بالنسبه لي دي كل حاجه، انا من غير امي ولا حاجه ولا حاجه. انا امي دي عملت لي كل حاجه حلوه في الدنيا، اي حاجه ممكن تتخيليها عملتها لي. شوفي لو قعدت اشتغل وكسبت وعملت لها مش هيكفيها تمن اللي هي عملته لي. لكن ماما عيانه دلوقتي، عندها ايه؟ يعني امي فقدت بصرها من قريب، من كام سنه فقدت بصرها. عندها عين، هي جات لها جلطه في عين وودتها الدكتور حازم ياسين وهو اللي بيعالجها وبيتابع حالتها دلوقتي وعمل لها كذا عمليه بس خلاص، يعني هي تشوف عين وعين واحده. الف سلام عليها. الله يسلم. ف وهي عيانه وكبرت، فانا بالنسبه لها دلوقتي انا اللي امها مش هي. وانا حاسه دلوقتي ان هي اللي بنتي. ف ارتباطي بامي ارتباط تاني خالص. انا فاهم بخاف عليها وما تصوريش انا بحزن عليها قد ايه، ونفسي تبقى احسن حاجه في الدنيا، ما يجيلهاش اي حاجه. نفسك انها تبقى مبسوطه وسعيده؟ انا بحاول اساعدها على قد ما بقدر والله العظيم. ضحت بعمرها عشانك؟ طبعا. شبابها كتير عشان انت تبقي كويسه؟ كتير. امهات كتير على فكره كده. طبعا امهات كتير بيعانوا من نفس المواقف دي. وفي امهات برضو مش كويسه. طبعا نتكلم أكيد. من أكيد. في امهات جحده جدا، في امهات ما عندهمش قلب. طب انا عايزه اسالك، ترمي عيالها كده في الشارع؟ ايوه ما اعرفش دول السن، بس الاكتر اللي زي والدتك كده، ده الاكتر. دي حقيقه. طب انا عايزه اسالك سؤال بجد، يعني في محنتها وفي مرضها ربنا يشفيها يا رب ويقومها لك بالف سلامه، هو سال عليها؟ سال عليها طبعا، وكلمها في تليفون وطمن عليها، لان بابا كان عنده برضو مشكله زمان في عينيه وتقريبا اتعالج منها، بس مش زي ماما، لان ماما دلوقتي بتشوف بعين وعين لا، يعني ما بتعرفش تشوفك كده. حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب ويقومها لك بالسلامه